أخبار اليوم. في إطار رصد تحرك تنظيم الإخوان الإرهابي لتنفيذ مخططاته العدائية التي تستهدف زعزعة أمن البلاد والنيل من استقرارها في محاولة لإشاعة الفوضى وخلق مناخ مضطرب على كافة الأصعدة، فقد أشارت معلومات قطاع الأمن الوطني ببدء التنظيم الإخواني في تنفيذ مخطط يستهدف الاستعداد والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية مسلحة واسعة النطاق، تستهدف منشآت وأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي والقوات المسلحة وعددا من المنشآت الحيوية والإعلامية بالتنسيق مع عناصر من تنظيمي أنصار بيت المقدس والقاعدة. وفي ضوء هذه المعلومات، فقد بادر قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع أجهزة الأمن المعنية بتوجيه ضربات أمنية استباقية مقننة لأحد أجنحة التنظيم الإرهابي بمحافظتي الإسكندرية والشرقية في أعقاب رصد كافة أبعاده ومحاوره، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن الآتي: ضبط 21 من قيادات وكوادر تلك المجموعة الإرهابية والمنضمين لهذا التحالف، حيث اعترفوا بارتكاب 38 حادثة، زرع بوات ناسفة، إدرام النيران في سيارات ومحولات كهرباء، إطلاق أعيرة نارية على رجال الشرطة، اغتيال رجال الشرطة، محاولة تفجير محطات كهرباء وسيارات نقل عام، ومحرر عنها جميعا محاضر شرطية، ومن بينهم مسؤول الجناح التنظيمي أحمد محمد جبر، محمد أحمد مصطفى عبد المجيد، حيث عُثر بحوزتهما على 3200 ملف مسجلين على أحد الوسائط الإلكترونية تحوي المخططات التنفيذية الجاري تنفيذها. وقد اعترف المذكورون تفصيليا بتلقيهم دورات تدريبية على المنهاج الجهادي الجديد ودورات متقدمة في كيفية استخدام السلاح وتصنيع العبوات، بالإضافة لاعترافهم بارتكاب العديد من العمليات الإرهابية في الفترة الماضية التي جاءت أبرزها على النحو التالي: 30 عام. إيه أبرز وأهم الوقائع دي؟ الأبرز عربية الترحيلات وعبوة عند كارفور، وعبوة عند المنتزه، وعبوة عند المشير، وعبوة عند المحكمة، وعند نقطة محطة الرمل وانفجرت، وعند نقطة سان ستيفان وانفجرت، وعند محكمة المنشية وانفجرت، وعند اسم منتزه تاني وانفجرت، وعند اسم رمل أول وانفجرت، وعند اسم حرم بي وانفجرت. اغتيال أحد أمناء الشرطة بمركز مني القمح بمحافظة الشرقية وإصابة آخر بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية. استلفوا اللي هم كولين، عملنا كولين وكل أمن مدرعة في عند مستشفى الأمل، ومدرعة تانية عند مستشفى الشاملة. إدرام النيران بعدد من أبراج وأكشاك ومحولات كهرباء الضغط العالي بمراكز أبو حماد بالبيس الزقازيق بمحافظة الشرقية. تامر برضو تم تكليفه مع مجموعات تابعة لعيسى لوضع بوات تحت الضغط العالي بالبيس. ومحول في مصطفى كامل حطينا فيه زيت وبنزين وولعنا فيه. كبائن التليفونات بقسمي ثاني المنتزه الرمل، مكاتب البريد بمنطقة الهانوفيل، أتوبيسات النقل العام بقسمي الرمل ثاني من يالبصل، سيارات نقل اسطوانات البوتاجاز بدائرة قسم الرمل، القطارات بقسمي ثاني الرمل والمنتزه بمحافظة الإسكندرية، ومركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تفجير عبوات ناسفة بشريط السكة الحديد بمركز بلبيس، عدد من خطوط الغاز الطبيعي بطريق مصر الإسماعيلية وطريق بلبيس العاشر من رمضان، أتوبيسات شرق الدلتا بمحطة أتوبيس العاشر من رمضان، ماسورة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، زرع بوات ناسفة بعدد من فروع البنوك الأجنبية بدائرة قسم أول وثاني المنتزه، المحلات التجارية بدائرة قسم شرطة باب شرق، الشركة الشرقية للدخان بدائرة قسم شرطة محرم بك، المحاكم بدائرة قسم شرطة المنشية، المنشآت الشرطية قسم أول المنتزه، نقطة شرطة الورديان قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، إطلاق أعيرة نارية على مقر عدد من البنوك، الأهلي فرع السيوف، الإمارات دبي الوطني دائرة قسم شرطة ثاني المنتزه، مجموعة نصر أو سويلة عملت بنك الأهلي في السيوف، وحاولت في بنك أبو ظبي برضو شرق إيري أمام الإقبال.
كما أشارت المعلومات إلى استئجار المذكورين مخزنا بمحافظة الإسكندرية حيث تم استهدافه وضبط 52 بندقية آلية و5000 طلقة آلية، العديد من العبوات المتفجرة والصدار الواقية، كما أمكن من خلال مواصلة عمليات تدفق المعلومات تحديد مصنعين بمحافظة الشرقية مملوكين لأحد عناصر ذلك التنظيم يستغل في تصنيع وتخزين العبوات المتفجرة، وقد أسفر تفتيشهما عن ضبط 54 عبوة معدة للتفجير، العديد من الدوائر الكهربائية، المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع تلك العبوات. تم تقنين الإجراءات حيال المذكورين وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط باقي أعضاء الجناح التنظيمي الإرهابي المشار إليها.